استحيت. لا ما استحي. ليش استحي؟ والله في واحد يقول عن نفسه ما يستحي. ما استحي انا يعني ما استحي. فخذ فخذ جاي بس وش تسوي فيه؟ وش اللي جاي فخذ انا شنو شو مسوي انا؟ اي ببيعه انت ترقص عطني بيزات عشان لا بيع لا فخذ ولا غيره عطني. مسؤول عنك انا. ها عيل انت شنو؟ انت شنو بالنسبه لي؟ لحظة لا خل اطلع خل اطلع الوثيقة. اذا يكون جبتكم سيد تبرى مني عيل. ها تبرى مني. ما عندي عيال غيرك انا. تبرى. وذلك ثلاثة الأربعة ايش حلي منهم انا؟ انا العود؟ اي والعود تاكلني انت. اي اي تبرى مني. خذ 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 هاي الفخذ هاي وده هناك خش ولا ولا عطى عطى مكان وين المدير السيد تعال خذ شو اسمه وبيع لنا اياه شوف كم يجيب وحاضرين. اي هايل بعد انت الحين بتحرق المسلسل كله. يعطيكم العافية مشاهدينا اللي شفتوه قبل شوي هذا مو حقيقة هذا جزء من مسلسل راح يعرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت خلال شهر رمضان المبارك قريبا هو من مسلسل بيعة النخية. أهلا ومرحبا فيكم الفنان الكبير علي جمعة اللي دائما يحسسنا بغيابه لكن يرجع بشيء قوي عشان يحسسنا بغلاطة عندنا ويشوف غلاطة عندنا تحديدا وأيضا الفنان الكبير القطري منور الكويت طبعا صلاح الملاي. أهلا ومرحبا فيك. الكويت منورة بأهلها ومنورة بكم واحنا وايد مستانسين زاد نورها بوجودك عندنا ما, ما, ما نبي نكرر الكلام اللي دائما نقوله لأن يقول لك يعني انك تمدح الانسان في وجهه مذمه تعتبر يعني فانا يعني اقدر اقول اسعد لحظات الفنيه اقضيها في الكويت واحنا اسعد لحظاتنا معاكم ان شاء الله وبهاللقاء الجميل حياكم الله بليالي الكويت فناننا الكبير القطري صلاح الملا والفنان والمخرج التلفزيوني علي جمعه اكيد انتم احنا تلاميذ ولا زلنا تلاميذ ولا زلنا في بداية السنة هذا تواضع منكم وهذا سر نجاحكم نتعلم لا بالعكس احنا في كل عمل نتعلم وفي كل عمل يكون درس لنا لكن انا بالنسبة لي هذا العمل بياعة النخي سيكون يعني نقلة نوعية فنية بالنسبة لعلي جمعة نعم. دائما يقول من صبر ظفر ولله الحمد بعد صبر وعناء يعني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر الأستاذ حياة الفهد أن أعطتني هذه الفرصة الجميلة هذه الشخصية الجميلة وستكون إن شاء الله مفاجأة من حلقة واحد لحلقة 30 شخصية فهد هو يصير لي بس ماني قايل منه وش يصير لي يعني شخصية متميزة جميلة انكتبت بحرفية دائما أم سوزان لما تكتب العمل تفصل تكتب حق علي جمعة تفصل تكتب حق صلاح الملا فبالتالي أيضا أحد أسباب نجاح تركب الشخصية على شخصية بالضبط. الفنان اللي قدامها بما أنك ذكرت أن تركب هذه الشخصيات يعني قدمت أعمال مثل الفنان صلاح قدمت أعمال أيضا تراثية يعني لكن تحديدا هالعمل هذا شنو اللي يميزه عن المسلسلات التراثية اللي قدموها قبل شنو اللي فيه شيء مميز شنو النكهة الجديدة فيه أنا طبعا يعني من سعادتي أن أنا ألتقي بالأستاذ حياة الفهد أعمال تراثية الحين إحنا بدايتنا الفرية والداية والجليب والحين بيعة النخي تاريخ حافل ما شاء الله شو اللي يميزه هذا تحديدا بالضبط؟ يميز لنا مرة واحدة من كنت ذاك الشاب الحليه واللي يحب وعواطف وحركي سوتني عمري 80 سنة يعني تميل أكثر للمسلسلات لا يعني أصلا يعني ك ك ك كعمر في هالعمل أنا أقدم عمر متقدم جدا يعني بالنسبة ل سني الحقيقي يعني انا تدري انا 35 كنت فكرت 34 لا لا شوفي اليوم اليوم كم اليوم؟ اليوم اليوم 23 الحين يكمل لا لا 25 5 راح يكمل 32 سنه ما شاء الله يا ان شاء الله كل شيء موجود يعني فبغيت اقول انه هو يعني قضيت كبر السن وبعدين يعني مأساة كبيرة أي. بين انه هو يعني المسؤول الاول عن عياله واحفاده بسبب الاخ اللي قاعد يمي
فأصير عن الأبو والجد والعام والأخو كل شيء يعني بالنسبة للعائلة كلها. يعني والسبب الرئيسي طبعا علي بالإضافة لأن في نفس الوقت هو فكرة مشغول مكان آخر. المكان الآخر هاي راح تشوفونه. هني هو السر. النقطة اللي بيننا وبين الشخصية راح نشوف مشاهدينا إن شاء الله برمضان وين هالخط الفاصل. شوف الجميل على الجمعة. الجميل في بياعة النخيل. نعم. بأن فيها كم من المفاجآت. نعم. يعني أنا أقدر أقول يعني أن اسمي فهد غير فهد ما أقدر أقول. ليش؟ ليش؟ لأن أولا الشخصية تبدأ من حلقة واحد. شوقتونا. وهذه الشخص إحنا شوف إحنا ما قاعدين نسوق لبياعة النخيل. أكيد بس الفنان علي جمعة دائما دام مثل بهالعمل هذا دور مثلا خلينا نقول الولد العاق اللي مأذي الوالد. لكن دائما تتسم بان مثل تقول فنان مثابر. لا اللي قال لك انا الوالد. لا مو هو. لا مو هو. مو هو. الحين عرفت انك انت الوالد. لا مو هو. شوفي هو الوالد لي حلقه ثلاثه. اوكي. يعني وبعدين يصير عمي. يعني صرت اصدقاء. يعني دمك خفيف على الكاميرا ولك هالافيهات او الكوميديا، هل راح نشوف كوميديا دامك الولد المشاغب؟ مثل ما قلت شنو الافيه اللي اخترته؟ اي الجميل في هذا النص، يعني انا عاده في كل عمل ارتجل، في كل عمل يعني يكون في لي نزمة، يكون لي كلمة معينة. صح. يعني في عمل نضل مشمش قلنا اللي هو تذكرة داود، في هذا العمل الكل يقول لي أولهم المخرج يقول لي علي أنت سالفتك لا خرجت لا ارتجلت لا شفنا منك جملة واحدة. قلت له السبب الرئيسي هذا النص. هذا النص مكتوب بحرفية جميلة جدا. النص هذا مكتوب السيناريو قبل الحوار. السيناريو فيه كم من الأحداث، فيه كم من الكوميديا، وفيه إفيهات جميلة قاعد تنقال، فيه إفيهات. فكنت شو أقول أنا؟ شو أطلع؟ حتى يعني يعني التطور والتسلسل الدرامي يكفي اني انا ما اقدر اقول حتى اي بروموشن يشوق. شوقتونا زياده. يعني انا صراحه عن نفسي شيمان انا اول وحده بتابع عملكم برمضان. يعني ما شاء الله كبرنا معاكم، يعني نتابعكم من زمان، يمكن من واحنا صغار واحنا نشوف مسلسلاتكم كبرنا معاكم. كبرتيهم 34 و32 لا يعني. لا لا طبعا انا كله لكم ان شاء الله يا رب. لكن انا ودي اعرف يعني نرجع مره ثانيه لنفس السؤال اللي هو تلاقي نفسك انت في التراث اكثر من المسلسلات الثانيه اللي بالوقت الحاضر؟ اعشق شيء اسمه اعمال تاريخيه او اعمال تراث. شنو سر في هالشيء هذا؟ يمكن ان انا عشت يعني بحياتي الطبيعيه ان انا عشت مرحله ما بعد رجالات الأول، يعني بدايات الحياة المعاصرة، بس سمعنا عن التاريخ، سمعنا عن معاناتهم، سمعنا أشياء روايات وقصص وواقع. عشرتهم عشرتهم أسبوعين عشرتهم أسبوعين يعني مع النقلة. فما قبل النفط وهذا سمعناه وعشناه وحبيناه، وبعضهم كانوا موجودين ما زالوا، يعني كانوا ما زالوا على قيد الحياة. إذا ارتبطت أنا بالفترة هذه، إذا كل ما العمر ياخذ قدام عندك عشق كل ما انت تعشق المرحله اللي كانت موجوده. واي انسان كان يعني خاص يعني بمنطقه الخليج مثلا تروحين حق اللي هم في اعمارنا يعشقون ذيك الفتره، يعشقونها برغم المعاناه اللي قبل كانت موجوده. يقول لك اوكي الحين احنا حياه معاصره وحلوه ومكيفات وكل شيء وراحه ودراسه وتعليم وعلم وطب. صح ان هذه الحياه احسن، بس يرجعون هناك. ما شاء الله له له طابع جميل. يعني احنا اتمنى من وزاره الاعلام ان في كل سنه يكون لها عمل للموروث الشعبي،
وأنا دائما أطالب بعمل جماعي، عمل يعني خليجي متكامل يشاركون فيه بعمل تراثي، يعني بممثلينهم بتكون كقرية أيضا جميلة. يعني أنا ما ودي هذه القرية الآن اللي موجودة اللي خلصنا من هذه بيعت النخ إنها تنهدم حسافة، يعني قرية جميلة جدا، يعني حتى نخليها للأطفال شبابنا يشوفون فرجاننا، يشوفون السوق، يشوفون الأماكن اللي كنا نلعب فيها الدتشات، يعني حتى طب ليش تنهدم؟ يعني من المسؤول اللي ممكن ما يهدمها؟ في أحد؟ لأن المشكلة طبعا هذه يعني مزرعة، فبالتالي يجب أن تهدم حسافة. اي نعم، في انا اتمنى، يعني كنت اتمنى ان هذا المكان لا يروح كذي هباء. الحين السؤال راح يكون لك، انت تميزت في الكوميديا ودخلت الحين على التراث، التراث هذا راح يكون في كوميديا في شقاوة اللي احنا تعودنا عليك فيها، ولا راح تكون يعني جاد دراما بحت؟ هو في هذا العمل لان راح نطالعك احنا وناطرين بيكون في شيء بيضحكنا، ولا راح نجهز احنا ما راح نضحك طول العمل يعني؟ لا لا لا، شوفي راح تضحكون من خلال العمل بشكل عام. العمل طبعا مو كوميدي. العمل اتوقع في بشي وايد. ها وش رايك؟ لا 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 لا، ترى مراحل بسيطه، بس الكوميديا يعني مو الكوميديا اللفظيه، لا طبعا لا لا، ولكن المواقف اللي موجوده، المواقف اي كوميديا الموقف، يعني يعني المواقف اللي يعيش فيها، الاماكن اللي يعيش فيها فهد، المواقف اللي تعرض لها فهد تؤدي لهالشيء. يعني حتى في باقي المشاهد، يعني مثلا الان المشاهد اللي بين الفنانة حياة الفهد والفنانة نعم. مريم الصالح نعم. هي مواقف مو يعني لفظ كوميدي، ولكن الموقف نفسه وطبعا أداء طبعا المواقف يعني معاكم كوكبة كبيرة من العمالقة يعني نعم. في العمل يعني مع أكيد سوزان الفنانة الكبيرة، عودة الفنانة طبعا مريم صالح راح تتفاجئون بشخصية مريم الصالح. قلنا مريم الصالح دورها في هذا العمل. اي عرفت الحين، عرفت شنو قاعد تقول. احنا عرفنا مشاهدينا، ما معرفوش ترى الخبر اللي قاعد يقوله مشاهدينا هذا حصري حق مشاهدين ليالي الكويت. الترجمة تنزل تحت. انا شيء ما فهمنا مشاهدينا، فهمتوا لغة الإشارة؟ اكيد لغة الإشارة، فهذا يعني تيزر صغير. انتوا ذكرتوا انه صورتوا اكيد بيكون دام انتوا فنانين يعني العمل وفيها الاسامي الكبيره، اكيد راح نستمتع فيه برمضان. نعم. ذكرت القريه اللي راح تصورون فيها، يعني توكم من شوي منتهين من تصوير هالقريه هذه بهالحار وبهالجو، يعني ما شاء الله تان طبيعي. شوفي شمال ده، اقول لك الجميل في هذا العمل ان احنا تخيل نطق طريق ها اي صليبيه صليبيه يعني، لكن والله يا جماعة إذا أنا عندي أوردر ساعة 9 أنا 8 هناك. إحنا يعني أسرة واحدة، يعني هذا أيضا سبب رئيسي، عنصر مهم جدا لنجاح أي عمل. إحنا أسرة واحدة مستأنسين، ماكو هذا نجم، هذا فنان كبير، ويعني حتى لما يمنا الشركة هذه مالت ما نبني باسمها كدعاية مالت البرد، نشتري برد، أول ناس يأكلون الكمبارس. تدرون إحنا القرية وفي مجاميع كبيرة، يعني أول ناس يأكلون الكمبارس، فهذه الألفة، هذا الحب تواجد في هذا العمل. فبالتالي احنا لما نروح مستانسين رايحين قبل الموعد ونسولف، طبعا عنده سوالف وعنده اقول لهم شو سوينا، اقول ولا ما اقول؟ لا اقول ولا ما اقول؟ هذا شيء واضح لان لكم اعمال سابقه، كان عندكم دمعة تيتيم اجتمعتوا في العمل هذا طبعا، يننتوا الفنانه ام سوزان يعني حياه الفهد يعني بهالدور هذا. هالذكريات هذه اللي تحملوها معاكم لكل عمل تروحون راح يكون عندكم مخزون من الذكريات الحلوه اللي تجمعكم، خاصه انك انت كفنان جاد يعني وفنان كوميدي وتجمعون بعمل يجمع الكوميديا والتراجيدي. ايش كثر هذا الشيء يكون في كيمستري بينكم باداء الاعمال هذه؟ شوفي العلاقه وايد مهمه بين افراد العمل. لان العمل على فكره يعني الاداء اللي يطلع على امام الكاميرا للمشاهدين اللي هو اداء الممثل، وكان
لقاء او تجسيد للشخصية، ترى هذه جزء منها افراز اللحظة اللي هو ما قبل التصوير او الاوقات ما قبل التصوير. اذا كانت هناك في علاقات قوية وحلوة واخذ وعطاء وثقة ونقاش في العمل نفسه، اذا هذا يثري. اذا لما تطلع قدام الكاميرا عندك ثقة في اللي قاعد تسويه وعندك ثقة في الشخص الاخر اللي هو مقابلك. اي وجود تباعد بين الافراد تاكد ان هذا ينعكس على الممثل في ادائه مهما حاول هو انه يطلع منها ينساها، ولكنها تنعكس. على رغم الانسجام بينكم بالتمثيل، لكن دمعتي تيم كنتوا عكس بعض، واحد بخيل وايد وواحد كان كلنا بخاله ويعان وحلو وازداد حياة كلنا كانت مكتوبة متى ما كان العمل مكتوب بحرفية. راح نشوف هالانسجام وهالاختلاف إن شاء الله راح تشوفون عمل متميز، وأنا أراهن على بياعة النخي إن شاء الله من حلقة واحد. يعني اكو مرات يقول والله الحلقة الأولى زين وبعدين الحلقة الثانية وبعدين، يعني من الحلقة ثلاثة أربعة خلاص المسلسل تبين ملامحه النهائية. ليه حلقة 30؟ ليه حلقة 30؟ ما راح تعرفون شو اللي راح يصير. لا لا راح نعرف كل شيء. لو كل شيء لا الكويت حق المشاهدين لا تروحون بعيد، راح نرجع نكمل وراح نعرف أسرار بياعة النخي لكن بعد البريك. بعدنا مكملين مشاهدينا معاكم في ليالي الكويت مع ضيوفنا اللي راح يقول لنا شوي عن اسرار عمل بياعة النخي. وراكم لغايه لما تقول لنا شنو اسراره. بدايه في شغله لفتت انتباهي ان هذا العمل يتكلم عن القسوه في هذاك الزمن. شلون انتم يعني مقدمين للمشاهد؟ هل بينتوا القسوه تقصدين التمرد والقسوه؟ اي تمرد على قسوه الحياه. قسوه بقول لك شغله واحده، المرأة تحديدا المرأة هي القضايا ترى نفس القضايا ممكن تقدم معاصر. يعني لا انا اقصد في ذاك الزمن كانت المرأة وضعها مختلف، قسوة الحياة، شلون المرأة تتمرد او الرجل ممكن يتمرد، لكل زمن لكل مرحلة تختلف. ايه شلون قدمتوها انتم في العمل هذا؟ يعني لا احنا قدمناها، اخذنا الحالة الواقعية اللي كانت موجودة في تلك الفترة، إن كانت للمرأة أو إن كانت للرجل، ولكن طبعاً نظرة المرأة للرجل أو نظرة الرجل للمرأة أكيد اختلفت. يعني صار هناك تفتح في عقليات الناس أكثر. الأول يعني مجتمع صغير محدود، كم بيت كانوا موجودين على بعض، إذا أسرار الكل عند الكل، العلاقات، الأسرار، المشاكل، ال 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 ف أنت تعيش مأساة الحياة الاجتماعية الصغيرة، بالإضافة إنه كان في وايد تمسك بالموروث، إن كانت بالعادات أو كانت بالتقاليد، هذه كلها كانت تعمل ضغط على أفراد المجتمع. لكن بعدين طبعا هناك كثير من العادات طبعا حلوة وجميلة، ولكن هناك في كثير من العادات مثلا كانوا متمسكين فيها وهي كانت خطأ، ولكن على حسب مفهومهم لا أن هذا هو الصح، أن هذا اللي احنا تربينا عليه. ولكن مع تطور الحياة الأمور الزينة تستمر، والأمور اللي كانت خطأ يبدون الناس يداركونها ويعرفون انها هي كانت خطا وما تتكرر. شو انا اعتقد لو احنا راح نشوفها ان شاء الله الان مجتمعنا مشى على هذه العادات ومشى على نقول ايام العشرينات والثلاثينات، هذا الحب، هذا الكم من الانسانيه، احنا للاسف الشديد الان كمجتمع اليار اليمين واليار الشمال ما أعرف منه، يعني ما أعرفه من يكون، هذه كارثة. طبعا في هذا الوقت الفريج مو بس فريجنا، الفريج والفريج اللي ما بعدنا والفريج اللي ما بعد فريجنا، كلنا كنا يعني تخيلي أتغدى هني، أتعشى بهالبيت، أتريق بذاك البيت، مع رتم الحياة السريع صار في تغييرات. الريال إذا ما نشاف بالمسجد أو ما نشاف يوم من الأيام يوم واحد يسألون عنه كلهم يروحون للبيت
عسى ما شر. لا والله ماكو ما من شر الحمد لله. الآن يعني هذا للأسف احنا نسميه التطور، وبعدين احنا نقول سرعة رتم الحياة، يمكن سرعة رتم الحياة، يمكن تغير الأجيال تغير. أبدا أبدا لا، الزمن هو الحياة هي، لكن احنا اللي تغيرنا. لا دام وجودكم معنا راح نقول يمكن تواضع منك فنان علي جمعة، لكن راح أقول خبره معنا اليوم خبره في مجال التمثيل ومجال الفن، والفن بحد ذاته يعني اكيد ثقافه، لكن تعاملتهم مع كثير من الشباب منهم غدير السبتي، هند البلوشي، واسامي كثيره يعني ما يحضرني الحين ذكرها، لكن ايش رايكم باداء الشباب الحالي الحين اللي قاعد تتعاملون معاهم؟ وبنوه على نقطه معينه اللي هي نقطه كثير من الشباب قاعد نشوفهم قاعد يستهلكون نفسهم بادوار كثيره، يمكن انتم كجيل خلينا نقول قبلهم ما كنتوا تسوون هالشيء. أنا شخصيا أنا دائما حريص على أني ما أعطي أي ملاحظة، ما أعطي، لأن بالنهاية أخاف أن تفهم بأن هذا يعني نجم وفنان كبير قاعد يعطيني، لكن أحرص أيضا على أني أعطي ملاحظات بيني وبينه أو بيني وبين الفنان أو الفنانة. شنو شفته كقاعدة عامة؟ أخذها أقول له شوف الأداء هذا قولها كذي، الجملة هذه قولها كذي، أنت لما تقول حاول تنزل راسك، حاول تقولها بشكل آخر، هني أنت عندك الحالة غير حالتك لما طلعت مثلا من بيتك، هني حالتك غير، فمرات هو أيضا ينسى، فإحنا بالعكس إحنا 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 نعين الشباب. أنت توجيهات تعطيهم توجيهات خفيفة. تميز وايد وايد في هذا، لأن عندنا الولد ولدي بالمسلسل ناصر الدوسري من الشباب المتميزين. يلا هذا سر ثاني بعد. أنا أول مرة حقيقة أتعامل معاه، لكن الولد متميز وملتزم بحضوره، وأيضا يأخذ الملاحظات يسأل، هذا شيء جميل حتى بالنص. إحنا للأسف الآن النص صار بالنسبة لنا ورق مو نص، النص لازم أنا أعرف ما يحتوي هذا النص من صفحة واحد لصفحة نقول 30 أو نقول 20 أو نهاية، وايد ما يدروش السالفة، يمثل يبي يمثل يبي يقول، هذه مهمة جدا، يعني الحالة اللي الآن تبي تقولها، هذه حالتك الآن، أنت طالع من بيتك مطقوق، أنت ترى مطقوق وياني ها؟ اي صح انا طاقني شو اسمه وياني، شوف الحاله انت ناسيها، لان عنده ورقه بس ما عنده نص، ما يقرا ما قبل المشهد وما بعد هذا المشهد، فبالعكس احنا عندنا شباب متميزين نحرص على ان نعطيهم، لكن مرات يعني نخاف وما ودنا نقول على اساس لقوا والله هذا قاعد يتفلسف علينا ويتكبر علينا. لا تتعلمون منكم مثل ما تعلمتم من الجيل اللي اكبر منكم، يعني انتم هم كنتوا بنفس عمرهم وتبكم مقبلين على الحياه الفنيه الجديده، اكيد تعلمتم من اللي اكبر منكم. اكيد اكيد هم الحين هذا تعلمون. استانسنا. لكن انا راح ارجع اسالك، انا وراك لغايه لما اعرف، ما راح اسالك عن بيات النخي لانك صاير بخيل معانا هالمره. لا تبين الحين تاثير دمعه يتيم عليك في البخل. اطلع لك الحين وثيقه مالت حلقه كم تبين؟ 10. أستاذ صلاح الملا، شنو تعقب كرأي شنو تعقب على كلام الفنان علي جمعة كرأيك في الشباب؟ بأمانة لا، يعني علي عنده يعني أكيد وايد من الأمور اللي قالها صح، يعني بصورة عامة تأيده، ولكن لا بأمانة الآن في ممثلين في الجيل الحالي لك رأي آخر خطيرين. أي. ممثلين غير عاديين بأمانة، يعني ممثلين وممثلات يعني مستويات وايد عالية، عارف شلون؟ ما تعاملي، لكن قضية انه والله مثلا هذه شوي ملتزم بالعمل، هذا غير ملتزم بالعمل، بس في شغلة ثانية بالإضافة لهذه كلها، هاي ما يتحملون الممثلين، العمل الفني الآن صاير انه ما له والي، الفن منطقة الخليج كله على فكرة ما له والي، ما له والي بمعنى انه انتهى اللي له شغل اللي ما له شغل، انتهى موضوع المخرج سيد العمل اللي له واللي ما له، يكون مقولة المخرج سيد العمل هذه انتهت العام للاسف الشديد. والله في شوف تعتقد لا يعني عفوا هو في واحد اثنين ما نقدر نقول ما نقدر نعمم الموضوع ذي، ولكن لا ما في تعميم، في هناك مخرجين بصراحه مخرجين واقوياء ويقودون، لذلك انا اقول لك اي عمل شوفينه
اذا هناك في قياده ومخرج مو يعني قياده من غير وعي، اذا مخرج يقود العمليه وهو واعي فاكيد النتيجه راح تكون. هو المخرج هو العين اللي ترى العمل بالضبط، اللي ترى العمل ترى الممثل، هو الاحساس اللي يقدم احساس الكاتب. فالثلاثي هذا هو اللي يعني اذا كان فاهمين على بعض وفي هارموني بينكم راح تطلعون بعمل جدا متميز. يعني العمل الفني، انتاج العمل الفني عمل جماعي من كتابه النص الى الى الاخراج. نعم. الى الفنيين، الى الكومبارس، الى الانتاج، الى اداره الانتاج. اذا ما كانوا كلهم ناس واعيين بما يقدمونه شيء طبيعي ان العمل يتراجع، ولكن اذا واعيين فاكيد راح تكون نتيجه. في عندك عمل موجود حاليا راح يعرض عفوا في رمضان ان شاء الله على شاشه تلفزيون دوله الكويت، حكايات، هي سداسيه، يا ريت تعطينا فكره عن هذا العمل اكثر. والله شوف السداسيات انا من زمان يعني لي اكثر من كم سنه وايد تكلمت حتى في الصحافه ان احنا نرجع لفتره اللي كانت فيها السهرات، فيها السداسيات، كنا نقدم 15 حلقه يعني ما في شيء اسمه لازم 30 حلقه سباعيه، كانت وايد حلوه. فالحمد لله لقيت الفرصه هذه مع الاخ بشار الشاطي وقدم اربع قصص، كل قصه ست حلقات. شيء جميل ان انت تشوف قصه من خلال ست حلقات وتنتهي، وبعدين في الاربع قصص راح تشوفين ممثلين مختلفين يعني في السداسيه الاولى مختلفين، شخصيات مختلفه. انا اتصور الايام الجايه راح يكون التركيز على هالجانب لانه في تنوع اكثر، في صوره مختلفه في الممثل وكذا. اذا كان وايد سعيد بالعمل، وهذا اول مره اجتمع مع الفنانه فاطمه الصفي وبشار الشطي. نعم. والاخ محمد عطيه من مصر. الجمهور جدا متعطش لكم يعني خاصه برمضان، يعني فعلا مشاهدينا شوقوهم من خلال العملين هذول. انا اقول اتمنى احنا عملنا جمهور اللي علينا، ولكن نتامل ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يحالفنا التوفيق ان شاء الله ويتقبلنا المشاهد، لان في النهايه احنا وانتم والقناه والمنتج في النهايه الماده هاي راح تروح للجمهور. اكيد المشاهدين اكيد راح ينتظرون هذا العام الفارق الحكم الاول أكيد. والاخير على أكيد. كنا ننتظرك بعمل بروحك وبعمل لك بروحك، فتخيل انت اجتمعتوا بعمل. لا 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 حلونا حلونا كذي مع بعض. لا والله تهبلون والله. لا علي عنده عمل ثاني. العمل الجماعي جميل جدا صح، لكن متى ما كانت الادوار ما يكون فيها مسكاستنج، يعني ما تكون والله انا هذا رفيجي عشان رفيجي، او انا عشان رفيج المنتج، او عشان رفيج فلان او علانه جايبه، فيبين في مش كاستنج يعني الشخصيه مو راكبه مو، فبالتالي هذه تاثر على مجريات العمل، تاثر على كل حالات العمل. فبالتالي قضيه احنا لما اجتمعنا في دمعه يتيم سبحان الله سبع اخوان وخوات مع بعض كانه بالفعل اخوان ان شاء يعني الله الشخصيات ان شاء الله هالرمضان نشوف شيء اجمل، ودائما من نجاح لنجاح ومن هالاعلى ان شاء الله. يعطيكم العافيه بعد شرفتونا بلالي الكويت. أيوة ومبارك الله. عليكم الشهر مبارك عليكم الشهر مقدم عليك على المشاهدين الكرام، عسى الله يعود عليك يعني تقبل الله صيامهم ان شاء الله، مبارك لهم بالشهر، ونتامل مره ثانيه نقول ان شاء الله نكون شكرا. على قد المسؤولية نوصل لقلوبكم لأفكاركم. كل التوفيق إن شاء الله من نجاح لأكثر، ومشكورين على تواجدكم معنا في ليالي الكويت، نورتونا فنانينا العمالقة نقدر نقول. صلاح الملا حياك الله. عمالقة 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 بالفن والثقافة. نعم شكرا لكم هذه الدعوة، ونتمنى يعني أن نقدم شيء جميل، وأنا متأكد إن شاء الله وواثق بأن هذا العمل إن شاء الله سيتميز في رمضان من خلال بثها لقناة تلفزيون الكويت. نقول كل عام بخير وعساكم العائدين الفائزين إن شاء الله. حياكم الله. نعم مشاهدين مثل ما عودناكم دائما في نهاية كل لقاء مع ضيوف في ليالي الكويت نسجل لهم فقرة بعد نهاية البرنامج، واليوم فقرتنا مع منو لولو؟ لا اليوم مشاهدينا عندنا شيء وايد حلو لكم مشاهدينا، وأكيد كل شيء مميز بليالي الكويت. بعد الفاصل راح نشوف فرقة الأوركسترا الإيطالية شيمان اليوم مسجلة شيء مميز وخاص جدا بس حق مشاهدين ليالي الكويت. نعم نتابع.